فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الذي يماثل الأمان والذمة والعهد في هذا العصر؟ هل هي التأشيرات والإقامات التي تمنح لهؤلاء؟ ما الذي يماثل الأمان والذمة والعهد في هذا العصر؟ هل هي التأشيرات والإقامات التي تمنح لهؤلاء؟ نظام، هذه نظام، هذه تسمى النظام، يمشي عليه نظاما. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.